دكتور لازم اقول لحضرتك بدايه التكليف، من بعد من اول التكليف ايه اللي حصل؟ لازم كل الجمهور يعرف بدايه تكليف حضرتك بهذه المهمه الشاقه او الصعبه في وقت حرج. ايه اللي حصل في الكواليس؟ هو الحقيقه اللجنه الاولمبيه اتصلت بيا وقالت لي دكتور سامح انت مترشح عشان تكون رئيس اللجنه المؤقته لاداره الاتحاد، لان هم جالهم جواب من اللجنه الاولمبيه الدوليه ان لازم يكون في لجنه مؤقته تدير الاتحاد في الفتره اللي جايه. ليه بقى؟ لان يعملوا لائحه واللائحه دي بتقام عليها الانتخابات ولازم تكون في لجنه مؤقته، فحضرتك بقيت رئيس اللجنه. كويس. وبالتالي انا قلت لهم انا ما عنديش مانع يعني، ومشينا بقى في الاجراءات ازاي تتكون اللجنه وازاي تتعمل. بصراحه شديده دكتور، لما جالك التكليف كنت عايز ترفض ولا عشان ده مصر فلا اكيد كلنا مصر بنضعف يعني؟ اكيد كان في تردد. كويس. لان لا يخفى على احد ان حاله الكره الطايره المصريه اتدهورت في اخر سنين، يعني من مجلس بيتحل لمجلس بيتعين لمجلس تاني بيتحل لمدير تنفيذي ومدير مالي بيدير الاتحاد، فما كانش فيه استقرار لا اداري ولا فني. يعني ما اقدرش اقول ان الاتحاد النتائج اللي حاصله دي نتيجه صراعات ونتيجه قضايا ونتيجه احكام، فانا يعني ما اقدرش، فكان ده عندي تردد يعني جامد. بس انا زي ما انت قلت كده انا بصيت الكرة الطائرة المصرية ازاي ترجع تاني لمكانها، بس ده برضو مش مهمتي لان احنا قاعدين فترة قليلة. يعني احنا مهمتنا ان شاء الله. ايه المطلوب بالظبط دكتور سوري؟ ايه المطلوب بالظبط؟ يعني دكتور اشرف صبحي اكيد لما قعد مع حضرتك هو والمهندس حطب طلبوا حاجة مهمة او طلبوا نقاط معينة من اللجنة المؤقتة اللي بتدير الاتحاد برئاسة حضرتك. طبط. هي ايه القرار بالظبط؟ عمل لائحة اللي هتمشي بيها الاتحاد، لائحه وقوانين اللي هيمشي بيها الاتحاد وهتدير الانتخابات. اللائحه دي بيقام على اساسها الانتخابات. الانتخابات اللي جايه. الانتخابات اللي جايه اللي هي هتفرز. بعد طوكيو. نعم. بعد طوكيو على طول يا دكتور الانتخابات. بعد طوكيو ما عندك لغايه 31/12 ممكن تعمل، انت عارف اللجنه اللي حضرتك عشان تعمل جمعيه عموميه عشان انتخابات لازم بتعلنهم قبلها ب 45 يوم، فيبقى لازم اخر حاجه ممكن يكون في شهر 10 واحنا ممكن تتعمل شهر 10، فهتبقى قدامك فرصه من شهر 10 لغايه نص 11 لو يعني عادي. بس ما نتبقاش الاحداث لاننا عقبال ما تتعمل اللائحه ونشوف الظروف ايه وهنحدد المواعيد ايه المناسبه للناس علشان ان شاء الله نعمل جمعيه قويه. وانا بصراحه سمعت خبر يعني مش عايز اقول لك فرحني قد ايه يعني، اللي هو مجلس النواب خد قرار بان مراكز رعايه شباب مش هتصوت في انتخابات الاتحادات، وده كان قرار اكثر من رائع لان مراكز رعايه شباب كانت عددها كتير جدا وللاسف ما عندهاش فعلا نشاط فعلي للكره الطايره كلها او للالعاب الجماعيه بصفه عامه خارج كره القدم. بالظبط بالظبط كده. فده قرار سليم 100% واحنا كنا بنكافح فيه لان احنا هي كنا هنلاقي مشكله ان عدد مراكز رعايه شباب كتيره متسجله. دي حقيقة. وانا ما كنتش احب انها تنزل انتخابات يعني. طب